حول ولا قوة إلا بالله. ده كان لسه معايا امبارح. يلا بينا يا فلوس بقى على البيت. يلا بينا. بموت بموت بموت. الموضوع خطر. التحويره دي هتفضل توسع 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 لحد ما تضيق علينا المكان. ولو ضيقت علينا المكان هنتعفس في الحيطه، ولو تعفصنا هنموت. شايفينها؟ بموت. بقول لك ايه؟ انا جت فكره جهنميه. تدفن؟ انت شايف كده؟ انا شايف انك تدفن. عارف ليه؟ ليه؟ عشان لما تدفن هتدفن هتبقى قاعد مستريح لوحدك كويس؟ وبعدين كمان لو التعويره دي فضلت توسع 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 انت هتموت في الوسع. وتموت. يبقى تدفن. خلاص خلاص. وافق انه يدفن. الحمد لله على السلامه. ممكن حد يسمعنا، ولو حد سمعنا هيعرف احنا بنعمل ايه. وبعدين احنا مش خايفين من حاجه، بنشتغل في النور. واحد اتعور بنتفنه ولا ايه؟ مش عايزين حد يعرف علينا حاجه. سرنا يبقى بطننا، محدش يسمع غير كلمتنا كلنا. وسلموني عليه. سلموني عليه. سلموني عليه. سلموني عليه. حد عايز يدفن معاه؟ محدش؟ لا. خلي بالك. ايه؟ اي حد يسألك انت دفنت ازاي؟ مين اللي دفنك؟ تعترف بأي كلمة؟ ده يبقى دليل عليك، والاعتراف سيد الميدالية. بنا خليك ليا، انا مش عارف من غيرك كنت دفنت ازاي. كنت هتدفن على وشك ونفسك يكتم وتموت يا مجنون. الحمد لله. خلاص؟ خلاص. يلا يا ولاد راسة الموت، وضعوا صاحبكم. مش هتقدر تغمض عينيك.